خلي يعني خوش هاي 19 بالمقابل 5، هاي يمكن مباراة مال يد، هاي ما اعرف ليش الإصابة من شخص ينصاب بشنو؟ توثية، حديدة، مسدس، شنو انضرب؟ أريد أعرف. وهل القوات الأمنية أو الكاميرات رصدت بيد المتظاهرين أي آلة جارحة، أو كانت واضحة هناك آلات جارحة لضرب القوات الأمنية؟ هاي ملابسات توضحها وزارة الداخلية والتحقيق. أما أنه نلقي الاتهام إلى ناس طالعين يتظاهرون بحقوقهم في سبيل نخليهم في صراع آخر، صراع ضارب القوات الأمنية أو مضارب القوات الأمنية، وشوية شوية ننسى المطلب الأساسي اللي طالع عليه، هذا مو صحيح. استاذ حتى المطلب الأشياء الاساسي اللي استاذ مرت مشرق، علينا استاذ بس مشرق المطلب الاساسي، خد اكمل لك وارجع لا لك. والله والله اعطيك وقت، اعطيك وقت استاذ مشرق. لا المطلب الاساسي هو نفسه مطلب مقاطعه الانتخابات. ايش جينا استاذ مشرق، انا وياك وغيرنا من المحسوبين على هذا التيار، ايش جينا من مقاطعه الانتخابات غير سيطره هاي الاحزاب وهيمنتها ذاتها؟ قاعد نقنع الناس بانه التعيين هو الحال، والتعيين حقيقه هو المشكله، والحكومه استاذ مشرق ما ملزمه بتعيين كل العراقيين. ما هي احنا نرجع الى سلسله الحكومات العراقيه وتخطيطها. خو هي الحكومه منو ما منو؟ التحالف الوطني هم نفسهم اليوم اللي موجودين ناقص التيار الصدري، يعني هذا الاطار التنسيقي. وشنو الخطط مالتهم؟ علموا الناس في بدايه 2004 2005 عوف الفلاحه مالتك روح شرطي، عوف الصناعه راح نجيب لك مستورد، هاي الاشياء اذا اخذ راتبك واسكت. بالتالي ثقافه التعيين وترك المهنه والحرفه والكسل اللي موجود بالمجتمع، هاي التخطيط الحكومي. وفي كل انتخاب وكل دوره يقول لك عن شراء استقرار، عين شراء استقرار. هاي الحكومه عينت 800 الف وانت خلصت السنه الدراسيه عندك 500 الف شخص راح يدخل الى سوق العمل. اذا هسه سويت انت الناس اللي معينها انت هسه تريد سلم راتب، الناس اللي متعينه تريد تتعين لان ما لاقيه فرصه اخرى للعمل، بالتالي الدوله عليها ان تجعل هناك تخطيط. اما انه واحد يخرج على يريد يطالب لقمة عيشة يشيطن، هنا أنا أتذكر 1 تشرين أها شيطنت الشباب وبالتالي وديتوهم جوكرية وغيرها والأمور هذه، فكروا أنهم ولدكم. أستوعبهم، الغلطان يتحاسب بس ما غلطان لا يؤخذ بسرية الغلطان. هذول الناس طبعا هي مو بس بالناصرية، اليوم في بغداد عقود التربيه 2020 هم لا اوقف لي استاذ مشرق، اوقف لي عند نقطه ذكرتها مهمه، انه الناس طالعه او المتظاهرين طالعين على لقمه عيشهم. استاذ مشرق اللي طالع على لقمه عيشه ما يغلق شركه نفطيه، ما يعتدي على القوات الامنيه، نعم مع المتظاهرين ومع التظاهر اللي كفله الدستور، لكن ضد انه نعتدي على المؤسسات الحكوميه وروح نغلق شركات نفطيه ونضرب قوات امنيه. الاعتداء وغيره هذا يتوضح التحقيقات. مو احنا هسه نسوي الشباب انهم مجرمين ضربوا، لا شايل توثيه ولا شايل سكينه ولا شايل ما اعرف ايش. اذاك واحد شايل سكينه بنص المتظاهرين شنو دور حمايه من المتظاهرين؟ من يحمي المتظاهرين؟ شلون خليته بالسكينه وبالتوثيه يطب بنصهم؟ مو تجرجرون به اليوم هذا الولد يجرجرون به وتضربون به؟ والبنات يدفعان اليوم بناتكم وقدامكم؟ لو بغير مكان هذولي هذا دفعتوه ذاك سحلتوه، بس ابو السكينه والتوثيه ما قدرتوا له. هاي شنو هاي؟ نكته هاي؟ طبعا احنا ما نقبل الاعتداء على القوات الامنيه وما مقبول اخوتنا واصدقائنا، لكن استخدام بعض المصطلحات لشيطنه الشباب وعمليه انه زجهم في اتهامات هذا ما مقبول. أعيد أكرر، في بغداد اليوم أيضا محاضرين تربية بغداد 2020 أيضا اليوم ضربوا. إذا هذه الحكومات قد تتغير في بعض الأشياء، في الخدمة، في الموازنات، لكن تتشابه جميعها في تصرفها مع التظاهرات بالقمع الدائم. شنو دم؟ دم شباب تنضرب ودمها يطلع.